خريطة لأهم المناطق والمزارات السياحية في مصر. تنقسم جمهورية مصر العربية ل27 محافظة في 7 أقاليم، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مراكز. هنتكلم عن المناطق السياحية والأثرية في محافظات الوجه الجبلي. بمحافظة أسوان. مدينة أسوان من أجمل المدن السياحية في مصر، تقع جنوب مصر، بها العديد من الأماكن السياحية التي تقع على ضفاف النيل مثل جزيرة النباتات وجزيرة الفنطين والمعابد مثل معبد الفيلة ومعبد كومومبو ومتحف النوبة ومسجد الطبية والمسلة الناقصة. المسلة الناقصة أحد المعالم الأثرية البارزة، حيث قام الفراعنة بنحت هذه المسلة منذ آلاف السنين ولكنهم لم يكملوها، لذلك سميت بهذا الاسم. بيرى السياح أساليب العمل الحجري القديم في نحت المسلة ورؤية الرسومات القديمة. قد بنيت المسلة الناقصة بأمر من الملكة حتشبسوت قبل الميلاد، وتعتبر أكبر مسلة مصرية قديمة. أثناء النحت وجد بعض الشقوق في الجرانيت، فتم وقف العمل على إتمامها، وتقع المسلة الناقصة في مصر مقابل المقبرة الفاطمية. متحف النوبة من أهم المعالم الأثرية والتاريخية، بيضم العديد من القطع الأثرية من مملكة كوش النوبة القديمة ومجموعة مميزة من الصور الأبيض بالأسود، كما يوجد مجموعة من تماثيل أبرزها تمثال رمسيس الثاني. تم تكريس المتحف للثقافة، مكتبة به مكتبة ومركز المعلومات، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية تمثل مختلف الأزمان. كما توجد قاعة للصناعات النوبية حيث اللوحات الفنية، وتوجد بعض الصور للحلي والتيجان والأحجار الكريمة المعروضة والأدوات المنزلية والفخاريات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. كما توجد قاعة الحضارة الإسلامية وقاعة الحضارة الرومانية وغيرها من الحضارات. معبد الفيلة يقع في جزيرة أجليكيا، وتقع الجزيرة في خزان سد أسوان المنخفض وأسفل بحيرة ناصر. ولأن المياه قد غمرت موقع معبد فيلة أسوان، فقد تم تفكيك مجمع المعابد ونقله إلى جزيرة أجليكيا كجزء من مشروع الإنقاذ. معبد كومومبو يقع على ضفاف نهر النيل، وقد تم تشييده في العصر البطلمي، ويتميز المعبد بتصميم معماري مذهل. يضم المعبد العديد من القاعات التي تحوي الأعمدة ذات النقوش والرسومات الخيالية، وأيضا مجموعة من التماثيل التي لها قدسية خاصة. أيضا يوجد تماسيح محنطة، كما يوجد إله الصقر. كما تلاحظ أن جدران المعبد من الداخل تختلف برسوماتها الملونة عن الخارج، وكأنها تحكي وتروي قصة المعبد وآلهته. معبد كلابشة هو معبد مخصص لإله شمس من النوبة، تم بناؤه حوالي سنة 30 قبل الميلاد، تم نقله عند بناء سد أسوان العالي. معبد أبو سمبل يتميز بتصاميمه المعمارية والهندسية المذهلة. بيقع المعبد غرب بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم، وقد قام الملك رمسيس بتشييد هذه المعابد، ويوجد به 4 تماثيل ضخمة للملك وزوجته وأولاده وولدته. وهو ما يجذب السياح هو تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس يوم ميلاده ويوم تتويجه على العرش. متحف النيل بيضم العديد من آثار الحياة القديمة لوادي حوض النيل، وأيضا جداريات قديمة تبرز حياة الفلاح المصري القديم وقيامه بأعمال الري والحصاد. متحف أسوان يقع المتحف في جزيرة الفنطين، ويوجد به العديد من الآثار النوبية القديمة وآثار جزيرة الفنطين والأواني والمومياوات والفخار والأسلحة. يتميز المتحف بعرض قاعة كاملة تسمى قاعة خيوم، هي مخصصة لعرض تابوت وموميا الكبش المقدس، ويوجد به العديد من المنحوتات والتماثيل. يوجد النصوص واللوحات التي يرجع تاريخها إلى عصور مختلفة.
قبة الهواء هي جبل صخري يقع على الضفة الغربية للنيل بالقرب من أسوان، يبلغ ارتفاع الجبل حوالي 130 متر. يوجد مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة القدماء المصريين، وهي حجرات محفورة داخل الجبل مزينة الجدران. مزينة الجدران ومختلفة الأحجام والتصميمات تعطي زينتها المنقوش على الجدران نوعا من الحياة المعتادة للقدماء المصريين. من صيد الأسماك وحامل النبال ومشاهد ذبح الأبقار، كما يقع على قمة الجبل الجنوبي مقبرة لأحد الأولياء المسلمين اسمه سيد علي ابن الأول الذي سميت القبة باسمه، وهي ضريح أبيض ذو قبة ترى من بعيد، كما يوجد بقايا ديار قبطي. مسجد الطابية افتتح عام 1974، يتميز بأسلوبه المملوكي وقبته الضخمة، تم تزويده بالعديد من الإضافات الجميلة مثل الإضاءات الجميلة والحديقة، مما رفع من مكانته السياحية. يتضمن 4 مداخل تؤدي إلى مظلة بها فوانيس زجاجية مزغرفة بآيات قرآنية بالخط الكوفي. ديار الأنبا هدرا السائح من أهم الأديرة القبطية والأثرية، بني في القرن 7 الميلادي وأعيد بناؤه في القرن 10. له مدخلين، مدخل من شرق النيل والآخر من ناحية الصحراء. يقع الدير في منطقة صحراوية ترتفع عن مستوى نهر النيل، وتحيط به الصحراء من الجهات الأربعة، ويحيط به سور عالي خالي من الفتحات. القسم الغربي للدير وهو مشيد على منطقة جبلية أكثر ارتفاعا، ويصل إليه الزائر بواسطة سلم يؤدي إلى دهليز، كما يوجد بداخل الكنيسة منظر للمسيح وهو جالس على العرش، كما تظهر صورة للسيدة العذراء مريم بجانب ملكان، كما يوجد تحف أثرية وكتابات ونقوش ساهمت في معرفة حياة الرهبان في عصور تاريخية مختلفة. كشك ترجان أو سرير فرعون هو معبد قديم يقع على جزيرة أجليكا في خزان سد أسوان جنوب مصر. قام ببنائه الإمبراطور الروماني ترجان، وربما يعود تاريخه إلى عهد الإمبراطور أغسطس. قبر آغا خان بني على طراز المقابر الفاطمية في القاهرة، المبنية من حجر الجير الوردي، يحتضن بداخله الآغا خان الثالث السير سلطان محمد شاه الذي توفي عام 1957. يعتبر من أهم المعالم التي تعكس الأسلوب العمراني لفترة الحكم الفاطمي للبلاد، به درج على شكل نصف دائرة. جزيرة النباتات هي جزيرة صغيرة بيضاوية يبلغ طولها وعرضها أقل من متر، بداخلها حديقة أسوان النباتية. جزيرة سهيل تقع في نهر النيل وتضم مجموعة من المواقع الأثرية والأماكن المقدسة. جزيرة الفنتين تقع عند مجرى السد الأول وعند الحدود الجنوبية لمصر العليا، وأغلب الظن أنها سميت بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه أنياب الفيل. وقد كشفت أعمال التنقيب عن العديد من القطع الأثرية القديمة لها صخورها الضخمة المترصة والمترامية على شواطئها. وتحتضن جزيرة الفنتين في أسوان مقياس النيل، والذي يستخدم في قياس مستوى النيل خلال فترة الفيضان السنوي. والطرف الجنوبي للجزيرة يحتضن أطلال معبد خنون. جزيرة أجيليكا تتميز بطبيعتها الخضراء وأشجارها المترامية في الأطراف، كما تتميز بطبيعتها الخلابة المحيطة بمعابدها الأثرية. تعتبر موقع مجمع معابد فيلة المصرية القديمة. القرية النوبية تعود جذورها إلى نحو 100 عام حين بدأ في بناء خزان أسوان القديم عام 1902، ثم تعليته عام 1912. كان لابد من تأسيس قرية على سفح رملي بالضفة الغربية للنهر ليعيش السكان فيها مبتعدين عن مخاطر ارتفاع منسوب الفيضان. وقد حافظ سكانها على بيئتهم النوبية لتصير أمتع الوجهات بمصر. سر اللون الأزرق في البيوت لما يتميز به من جمال المنظر الذي يخطف الأنظار،
وذلك لارتباط أهل النوبة بالنيل واستخدام اللون الأبيض والأخضر للتعبير عن حضارة أبناء النوبة، واستخدام اللون الأزرق في معظم دهانات البيوت للمحافظة على التراث النوبي. وقد وصف الرحالة الفرنسي تون بيوت النوبية أنها تتميز بمظهرها وتناسق ألوانها رغم إقامتها بالطوب اللبن الممزوج بياريد النخل وجذوعه. ولم يستغني النوبي عن حضارته، بل رسم كل شيء على جدرانها، صور لزخارف ورسومات منقوشة على الملابس ورسومات على المنازل، صورة تجسد روعة وسحر الطبيعة الخلابة وجمال المعالم السياحية، مليئة بعالم من السحر والجمال تجذبك لعالم من الرومانسية.